يعد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي من أعرق البنوك في اليمن ومن أكثرها خدمة وتطورا، بل ويعد الوحيد الذي يتواجد في كل محافظات الجمهورية وفي معظم الأرياف اليمنية. ومع استهلالية العام الجديد 2022 يطل علينا بنك الكريمي بنظامه العالمي الجديد الذي سيوفر ويحسن من تطوير خدماته للعملاء داخل اليمن وخارجه. قام البنك بتطوير نظامه البنكي وشراء نظام جديد تيمونوس. النظام هذا موجود في أكثر من 3000 بنك حول العالم، له مميزات عديدة ستعطى للعملاء وسيكون له أثر كبير على تطوير الخدمات البنكية على مستوى اليمن بشكل كامل، وهو نظام متطور جدا ونأمل أن يستفيد منه كثير من عملائنا. نهنئ ونبارك للبنك الكريمي هذه النقلة النوعية بأن أصبح يعني كل الحوالات المالية أو الإيداعات يعني يمكن أن تستخدم هذه الخدمات في أي دولة من دول العالم. هذه حقيقة نقلة نوعية خلال هذه الفترة الوجيزة التي استطعنا أن نتجاوز فيها كل العقبات. ومع إضافة النظام الجديد الذي تم إدخاله إلى بنك الكريمي، كان لابد من التوقف يومين للتحديثات المعهودة والتي تجرى دائما في مثل هذه الأحوال، ما أثار تساؤلات عدة في أوساط الناس تجعل من الكريمي فخورا بوصوله إلى الخدمة المثلى لدى الكثير من عملائه. أشكر البنك أنه بتوسع في الباك خدمة المصرفية في والله الأوضاع هذا وانتشار حتى بيخرج حتى للقرى ويتعامل مزارعي. بنك الكريمي للأمانة الخدمات اللي فيه ممتازة جدا من حيث الموظفين، من حيث وجود الصرف الآلي، من حيث سرعة التعامل. الآن دخلونا في نظام عالمي، يعني جابوا نظام حديث إن شاء الله أن يكون فاتحة خير. إحنا ما قد جربنا بس قالوا أنه ممتاز لأنه ارتبطنا الآن يعني عالميا، ليس على مستوى اليمن، على مستوى الخارج، يعني يكون تحول جديد من الخارج أو إلى الخارج. يظل بنك الكريمي في الصدارة دوماً ومواكباً لكل التطورات المحلية والعالمية، وموفراً أفضل الخدمات التي يمكن أن يقدمها لتوفير الوقت والجهد لعملائه الكرام، ليظل عند ثقتهم دوماً. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي دوماً معك.